بطولة كأس التحدي انتر كونتيننتال. الأهلي عنده مباراة في قطر يوم السبت اللي جاي، هيلاعب الفائز ما بين ديربي الأمريكتين. شايف المواجهة إزاي والتاريخ اللي ممكن يكتب في هذه البطولة؟ هو طبعا يمكن انا شايف الحته دي مهمه جدا جدا للنادي الاهلي زي ما قلت لك، وبدايه المشوار ده للنادي الاهلي مهم جدا، بدايه المشوار مستر كولر والجهاز الفني واللاعبين لازم يكونوا عندهم هدف، زي مجلس الاداره عنده هدف ان فرقه النادي الاهلي تظهر بصوره كويسه في بدايه الافتتاح ده، في ماتش الافتتاح، ودي ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه، ويكون مستر كولر والجهاز الفني على قدر المسؤوليه ان النادي الاهلي بيمثل افريقيا، بيمثل العرب في بدايه المشوار ده، فدي شايف ان نقطه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. طيب نقطه فنيه اسالك عليها كابتن فتحي، بخبراتك بقى كمدرب، انت متعادل مباراتين في الدوري وتعادلت مباراه في دوري الابطال وطالع منها على مباراه عالميه في قطر، ثلاث تعادلات متتاليه، ممكن تكون لها تاثير على الحاله المعنويه ولا دي اجواء وصخب بطوله غير اللي انت جاي منه خالص؟ لا دي بطوله مختلفه، دي بطولة مختلفة يعني، برضه دي بطولة مختلفة، والنادي الأهلي زي ما قلت لك يهمه كأس العالم للأندية، زي إن النادي الأهلي قبل كده وصل مركز ثالث، خد مركز ثالث في كأس العالم للأندية، فالنادي الأهلي يهمه دي البطولة دي، لأن البطولة دي على مرأى من العالم كله، مش دوري مصري بس، ده كل الناس بتتفرج عليه، وكل الناس النهاردة بتشيد بالجهاز الفني وبتشيد باللعيبة، بتشيد أيضا بجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي هي متواجدة في الاحتفالية دي، فأنا شايف إن دي مختلفة خالص عن ماتشات الدوري. في دوافع انك تكسب تلعب ريال مدريد على الفاينل. ما هو دوافع عاليه قوي. يعني مواجهه الريال دي طبعاً حاجه تاريخيه. طبعا كل العالم كله يتفرج على الماتش. مش جماهير الاهلي بس، كل العالم كله يتفرج على الماتش ده. لعبتوا قبل كده مباريات عالميه مع فرق كتيره في استاد القاهره يا كابتن فتحي؟ لعبنا قبل كده يمكن برضو في قبل كاس العالم 90 لعبنا مع فرق كتير، وكان عندنا برنامج حاطينه يمكن 13 مباراه دوليه. دوليه لعبناهم برضو في ده كان منتخب. لا انا بكلمك على مستوى النادي الاهلي وانت لعيب في النادي مستوى الاهلي. مستوى النادي الاهلي لعبته مع بايرن ميونخ. المباراه اللي اتلعب في استاد القاهره، فاكرها باحداثها بذكرياتها باحداثها بذكرياتها بكله، وكابتن احمد عبائي ربنا يديله الصحه سجل هدف التعادل، انا فاكره كويس قوي بضربه راس، ودي كانت برضو الاستاد كان مليان ساعتها، والجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي العظيمه كانت في منتهى السعاده ان احنا بنتعادل في هذه المباراه يعني. وقتها بايرن ميونخ ده كان حاجه عملاقه، بايرن ميونخ اسم كبير طبعا في الكره الالمانيه. طيب تتوقع البطوله في قطر مباراه حماسيه ولا الفرقه هتحاول تكسب باقل مثلا يعني باقل فرص ممكن تتاح في المباريات؟ لا هو بص مفيش حاجه اسمها اقل فرص، انت النهارده مفيش حاجه اسمها اقل فرص، مفيش حاجه اسمها اقل فرص. انت بتجي لك النهارده فرصه استغلها. استغل افرض جات لك فرصه واحده ما استغلتهاش، ما فرصه يبقى خلاص مش هيجي لك فرص ثانيه. لكن كلمه دايما بتتقال اللي بيضيع بيستقبل، اللي بيضيع بيستقبل، فانت النهارده الفرصه اللي تجي لك والفرصه اللي تسجل منها سجل منها، ما تقلقش يعني، مفيش قلق ان شاء الله، مفيش اي قلق خالص. لا لا لا. طيب برضه هسالك على البطوله دي، الاهلي عشان يتاهل ليها كسب العين الاماراتي وكسب العين بثلاثيه نظيفه في استاد القاهره. فوز الاهلي على العين ادى للبطوله اهميه عند الجماهير وعند الاعلام وعند المدربين، حاسس انه في بطوله، في بطوله كاس عالم الانديه، دي بطوله في حد ذاتها، في حد ذاتها العالم كله بيتفرج عليها، لان فرق بس بنظامها مختلف عن قبل كده، فالناس تعتقد الفرق كلها النهارده بتمثل كل فرق العالم وكل الدول، النهارده فيها البرازيل، في المكسيك، في النهارده في المغرب، في الامارات، في ايطاليا، في كل فرق النهارده، المكسيك، كل فرق العالم النهارده بتمثل كيان دوله النهارده في البطوله دي، النهارده اصبحت العالم كله النهارده بيتفرج على البطوله دي، وهيبقى الناس كلها متفرغه للبطوله دي.